جل جليل. معنا أستاذة نبيلة مومي التي تنظم الآن لقاء يوم دراسي حول التعليم. يحضرون فعاليات، نقابات، انسيابيات، فاعلين إلى وما إلى ذلك. أستاذة مومي، لماذا هذا اللقاء؟ أولاً اليوم إحنا نضمنا بمجلس النواب هذا اللقاء اللي استدعينا له يعني الفاعلين التقليديين من أحزاب ونقابات ووزارة، واستدعينا له كذلك الفاعلين الجدد اللي هما هذا الشيء اللي كيمثلوا الحركات الشعبية أو الاجتماعية عبر التنسيقيات. التنسيقيات اليوم حضرة 25 ديال التنسيقيات، وكذلك استدعينا فاعلين تربويين، فاعلين سياسيين، مفكرين، ناس ورجال، نساء ورجال ديال الصحافة. بغينا نفتحوا واحد الحوار اللي هو ديمقراطي موسع اللي خصو يستمر مع اطراف اخرى، مع جهات اخرى، في اماكن اخرى، لان المدرسه ديال 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 الشعب اللي بغيناها اللي كتحرر واللي كتسلح اطفالنا وبناتنا بالقيم الرفيعه وبالعلوم وبالحس النقدي والمواطناتي، هذه المدرسه اللي بغيناها وبغيناها كل احرار في هذا الوطن. ولهذا استدعينا النقابات الخمس اكثر تمثيليه باش يحضروا حتى هما ويبداو بالراي ديالهم، لانه ما يمكنش اليوم ان الوزاره كتقول انا ما غاديش نتجاوز النقابات، ولهذا رفضت الجلوس مع 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 التنسيقيات بشكل اللي هو جدي واشراكهم في الحوار. حنا كنقولوا لها راه جميع الدول الديمقراطيه جميع اشكال النضال يستمع اليها من قبل الوزاره الاولى ومن قبل الوزارات المعنيه. راه حنا شفنا في دول ديمقراطيه طفله عندها 11 عام تخاطب وزير يعني رئيس الحكومه ويستقبلها ويعملوا برايها، لان الحكومه خصها تكون كتستمع للنبض المجتمع. المجتمع اليوم راه خارج. العدد ديال التنسيقيات الحاضره اكثر من 25. اكثر من 25. هذا المقترحات اللي طرحوها دابا التنسيقيات، نعم، شنو المآل ديالها؟ هذه المقترحات ديال التنسيقيات غادي يعني ندونوها بشكل خلاصات وتوصيات، غادي نوجهها للجهات المعنيه وعلى راسها بطبيعه الحال الوزاره وايضا النقابات، لان يهمنا ان النقابات المتحاوره اليوم يوصلها هذه المطالب يعني مصنفه باولويات، لانه ما لا يدرك كله لا يترك جله، باش يمكن لنا نحققوا بعض المطالب. نعم، ديروا شي لجنه اللي غادا تصحى مختلطه وكذا اللي غتصار على هذه الخلاصات. اولا حنا اليوم كمسؤولين انتم تعرفوا داخل البرلمان، يعني انا كنائبه برلمانيه انظم، انا ماذا بيا انه هاد التنسيقيات يعطيونا واحد واحد ولا نديروا واحد المشروع قبل ما غادي نصيفطوه، ولا بدا غادي نصيفطوه لهم باش يطلعوا عليه باش يشوفوا واش متفقين عليه، لاننا ماشي حنا بغينا نفوضوا راسنا نتكلموا بصيفتهم، ولكن واحد النوع من الوساطه، واحد النوع من النيابه عليهم، نوصلوا للتنسيقيات النقابات عفوا وللوزاره ديال التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، نوصلوا لهم الخلاصات ديال هذا اليوم الدراسي، ونامل ان ياخذوا بعين الاعتبار. هادو مواطنين صالحين جاو حتى المجلس النواب وتيعبروا، وكنتمنى انهم لان اللي بغينا هو يرجعوا. دابا الان كاين جوج ديال الملفات، نعم، كبيره بروحها. نعم، هو الملف ديال القطاعات المباشره، نعم، وملف التوقيت. انا كيبان ليا خاصك يا استاذه ديري شي لجنه، نعم، واللي كتبنى الخلاصات، نعم، وهذا اهم ما كاين الان. بالفعل انا متفقه معك استاذي الكريم، حنا كنعرفوا بان السياسه ديال تجميد الاجور هي تيم السياسه ديال الضغط على الموظفين والاساتذه في المغرب والاستاذات، بقات الاجور ديالهم هزيله بالنسبه للمستوى المعيشي ولا حتى بالنسبه للتضخم اللي عرفناه هذه السنوات الاخيره. ولهذا يعني الملحاحيه ديال رفع من الاجور اساسيه، وهنا كيبان بان الاقتطاع من الاجور هذه عقوبه ما يمكنش يستحملوها الاساتذه. اما التوقيف عن العمل والقطع ديال 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 الرزق كيف كنقولوا راه ما يمكنش، ولهذا هذه من ضمن الاولويات. ولكن المشكله ان الوزاره كتضغط بادوات وكتخليك انت كتبقى طالب غير بداك الضغط الاخير اللي ضغطت عليك، في حين المطلب ديال الاساتذه بان في الاول ماشي خبزي، رغم الظروف ديالهم الماديه اللي هي متواضعه، انهم بغاو ينهضوا بالمدرسه العموميه وبغى يبقى توظيف في اطار الوظيفه العموميه، وان الاساتذه اللي دخلوا بالعقده يدخلوا في الوظيفه العموميه. نعم، واش ممكن؟ نعم، دار واحد المبادره عن طريق الأستاذة نبيلة مومي لإيقاف هاد النازل ديال القطاع زائد التوقيفات. مرحبا، أنا كل المبادرات
هذه راها أولويات الأولويات اليوم. الأساتذة خصهم يرجعوا بدون أي قيد أو شرط، لأنه إعمال فصل 73 من الدستور، هاد الناس ما داروش جريمة باش نوقفوهم. ثانيا خرق الدستور في الحق في الإضراب اللي جعل الوزارة كتقطع عليهم، هادو جوجهم يعني أمور لا قانونية. وأنا مستعدة إذا كانوا هناك يعني الشرفاء في هذا الوطن ويا ما أكثرهم، أننا نديروا واحد لجنة واحد مجموعة ونوجهوا مناشدتنا الوزارة الوصية باش تعدلوا عن هذه المسألة هذه وتوقفها. تحية أستاذ حبيبك، شكرا لك أستاذي العزيز. أدخل وخذ كلمة هذه هي